بالاكسرسايز 8 بيج 194 معطينا البولار كوادرينتس لتو بوينتس اللي هن الاي والاف. مثل ما شايفين الاي الرو تاعتها هي 2 والانجل هي باي اوفر 6. اكيد نحن هون يعني الديستانس مش لنقطه، الديستانس من الاوريجن للاي راح يكون شو 2، وهيدي هي الانجل بين الاكس اكسس والاو اي. فاذا هون فينا نفسرهم اكثر انه الاو اي هي 2 والانجل بين الاي والاو اي هي شو باي اوفر 6 موديولو 2 باي. كمان هون الاف يعني الاو اف هي 3 والانجل بين الاي والاو اف هي 2 باي اوفر 3 موديولو 2 باي. طيب بدنا نطلع الكارتيجن كوردينيتس، هو طالبهم من الكارتيجن كوردينيتس للاي. بيجي انا بطلع كارتيجن كوردينيتس للاو اي، يعني بنبلش بالاوريجن بالاول. كارتيجن كوردينيتس للاو اي هي الرو للاو اي، يعني هي الاو اي تايمز الكوساين للانجل اللي بين الاي والاو اي. الرو للاو اي يعني الديستانس للاو اي المقصود فيها، تايمز الكوساين للانجل اللي بيناتهم. هلا الديستانس للاو اي معطيني اياها تو، انه الاي بعيده تو عن الاوريجن، فالاو اي بيكون تو ضرب الكوساين للانجل اللي بيناتهم، يعني كوساين لباي اوفر 6 ايكوال تو تايمز الكوساين باي اوفر 6. شفناها قبل شوي بالفيديو اللي قبل، هي راديكال 3 اوفر 2، بيطلع جوابها راديكال 3. طيب سيميلرلي بالنسبه للواي، واي للاو اي هي الرو للاو اي، يعني او اي يعني الديستانس للاو اي. فينا نحط الديستانس هيك بلا براكتس، فينا نحطه بهذا الشكل انه احط حوالي مودولس تايمز الساين للانجل بين الاي والاو اي، يعني ايكوال الاو اي اللي هي كمان 2 ضرب الساين للانجل باي اوفر 6. كمان مثل ما شفنا قبل شوي الساين باي اوفر 6 هي هاف، يعني 2 تايمز هاف يعني 1. هلا اذا الاو اي هو الفكتور او اي الكوردينيتس تاعولاته راديكال 3 والواي اللي له 1، فكمان الاي نفس الشيء لانه الاو هي اوريجين، يعني ما بتاثر اذا بصير الكوردينيتس للفكتور او اي هن ذاتهم الكوردينيتس للاي طالما الاو هي اوريجين. نقول اند از او از ذا اوريجين ذن الاي نفس الشيء هي راديكال 3 1. سيميلرلي للاف رح نشتغل، هنبلش ب بنقول الاكس للاف او الاكس للاو اف بيساوي المسافه الاو اف اللي هي الرو يعني تايمز الكوساين للانجل اللي بين الاي والاو اف. هاي الاو اف هي ذاتها الرو اللي هيك، هي الديستانس من بين الاو الاوريجين والاف، يعني هي 3 ايكوال الاو اف راح نحطها 3 تايمز الكوساين للانجل بين الاي والاف، يعني كوساين 2 باي اوفر 3. كوساين 2 باي اوفر 3 هيدي بيطلع جوابها ماينس هاف، يعني 3 تايمز ماينس هاف، فبيطلع جوابها ماينس 3 اوفر 2. نفس الشيء بالنسبه للواي، الواي للاو اف ايكوال او اف تايمز ساين هالمره الانجل بين الاي والاو اف ايكوال الاو اف هي ذاتها فوق 3 تايمز الساين للانجل 2 باي اوفر 3 اللي هي ايكوال 3 تايمز راديكال 3 اوفر 2، بيطلع جوابها 3 راديكال 3 اوفر 2. ذيرفور الاو اف بصير الاكس تاعولها ماينس 3 اوفر 2 والواي تاعولها 3 راديكال 3 اوفر 2. نستنتج انه الاف كمان هي نفس الشيء ماينس 3 اوفر 2 و 3 راديكال 3 اوفر 2 عشان الاو هي اوريجين ما بتاثر. انتو بتعرفوا كيف كنتوا تطلعوا كوردينيتس قبل، مثلا اذا الاكس للاو اف هي ماينس 3 اوفر 2 عشان تطلعوا الاكس للاف شو كنتوا بتعملوا؟ تقولوا انتو هيك الرول كانت تقول هيك بتصف التاسع اكس للاو اف ايكوال اكس للاف تاني حرف يعني ناقص الاكس للاو ناقص اول حرف ايكوفالنت الاكس للاو اف طلعناها قبل مثلا هي ماينس 3 اوفر 2 لنقول ايكوال الاكس للاف نحن عم ندور عليها ماينس الاكس للاو هي الاوريجين يعني بيكون زيرو. فشو بيطلع جواب الاكس للاف؟ هي ذاتها ماينس 3 اوفر 2 تعيلت هيدي. يعني بس يكون الاوريجين يعني الفكتور مبلش بالاوريجين بيكون الكوردينيتس للفكتور هن الكوردينيتس لتاني نقطة،
لأنه الأوريجين الكوردينيتس تاعوله 0 0. فإذا جينا عملنا هاي الطريقة ونقصنا نقول اكس اف ماينس اكس للأوريجين، يعني كنا عم بقول نقص اكس اف ماينس 0، ما كأني نقصت شيء من الاكس للاف، فبتضل الاكس للاف هي نفس الفاليو للاكس تاعولت الاو اف. سيميلارلي بالنسبة للواي، الواي للاو اف هي ذات الواي للاف. هلا بالبارت الثاني عم يطلب مني بدي استنتج ديستانس للاي اف. ديستانس للاي اف كمان هيدي صف تاسع، ديستانس للاي اف ايكوال راديكال متصف التاسع اكس اي ماينس اكس اف سكوير بلس واي اي ماينس واي اف سكوير، اللي هي الاكس للاي راديكال 3 ماينس الاكس للاف، يعني بصير راديكال 3 بلس 3 اوفر 2. سيميلارلي هون الواي للاي هي 1 ماينس الواي للاف، يعني ماينس 3 راديكال 3 اوفر 2. وبنعمل سمبليفيكيشن المفروض يطلع معنا راديكال 13 ايكوال، هاي باي كالكوليشن باي كالكوليتر بيطلع، ما بدنا نضيع وقت فيه. راديكال 13 يونتس اوف لينث.